السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جيت باش نقدم لكم واحد الوصفه سهله باش نوقفوا عليكم الضياف في توجدوا في 5 دقائق. هذه الوصفه تاع لي براليني وشوكولا، وما عباره عن كويرات بحال الشكل تاع غريبه تاعنا، اي هما معمرين بالبسكويت والشوكولات. ندوزو نشوفوا المقادير. ندوزو دابا المقادير. غادي خصنا شوكولات الكحل، قشدة طارية 150 ملل، 50 غرام تاع الزبدة مدوبينها، 150 غرام تاع الحليب المركز، و 300 غرام تاع البسكوي أي نوع واحد تاع واحد اللي عندكم تقدرو تستعملوه. ناخدو القشدة الطارية تاعتنا و نردوها على عافية مائلة تسخن لمدة 2 دقائق. نقردو الشوكولات الكحل تاعنا، قردو طريفات صغار باش هكا يدوب لنا دغيا وما يعذبكمش. ردو دابا القشدة الطارية تسخن، ونجيبو واحد طحان كهربائي ونبداو تنطحنو في لو بيسكوي تاعنا. الا ما عندكمش الطحان ممكن لكم ديروهم في واحد بلاستيك اليمونتير او تهرسوهم بشي مدلاك ولا شي حاجه، وغادي يكون النتيجه هي هذيك. نطحنوا لي بسكويت تاعنا مزيان، خاصنا نردهم بحال الغبره يوليو بحال الدقيق. تقدروا تستعملوا اي نوع تاع لي بسكويت اللي عندكم في الدار اللي ما بقيتوش تاكلوا ولا ملي متوا محطوط تما، ماشي مشكل تستعملوه. واخا انا هذا استعملته سامبل، نتوما تقدروا تستعملوا بسكويت تاع الشوكولات تاع معمر بشي حاجه اللي بيتو نتوما. هذا هو الشكل تاع البسكويت تاعنا مورا اللي رتناه بحال دقيق. القشده الطاريه تاعتنا هي غلات واحد شويه، هنزيدو عليها الشوكولات ونبقاو تنحركو فيها حتى نحصلوا على واحد لاكاناش اللي هي باش غادي نغلاسيو هاد لي برالين تاعنا. ناخذ البسكويت تاعنا وندفو عليه الزبده اللي حنا مذوبينها، ونديرو جوج المعالق كبار تاع الحليب المركز. داكشي علاش في هذه الوصفه ما نديرو لا سكر لا والو، حيت اصليا البسكويت حلو والحليب المركز حتى هو حلو، وغادي نستعملوه باش يلصقنا مزيان هاد العجينه تاعتنا وتعطيها واحد المذاق زوين. نخدمو الخليط تاعنا ونبداو تنعجنو فيه حتى تنحسو به ولا شاد في راسو. الا ما لقيناش مازال ما قساح يعني ما دلكش مزيان، نزيدو فيه شويه تاع الحليب مركز. انتم هنا تنحاول نكور وحده، الا شتات تفرتت ليا دغيا يعني دغيا تتحل غادي نعاود نزيد واحد شويه تاع الحليب مركز. والكميه اللي قلت لكم تجي قد قد الا درتو نفس العبار تاع البسكوي، الا درتو كتر غادي تضعفوا تاع الكميه تاع الحليب مركز. ناخذ دابا هذا العجين تاعنا ونبداو تنكورو فيه. تقدروا ديروه كويرات، تقدروا ديروه فورمات، الا عندكم دوك لو فورمات تاع البسكويت تقدروا ديروهم نفس الحاجه. تنحطو فوق واحد الشبكه تحت منها تنديروا زلافه ولا طبسيل ولا اللي عندكم، باش فاش نديروا فوقه الشوكولات دغيا يهبط لينا وما يبقاش الشوكولات الزائد لاصق في الكويرات تاعنا.
بحال هكا تنبقاو مستمرين حتى تنسالوا الخليط تاعنا كله وتندخلوا الخليط واحد 10 دقائق للثلاجة. مورها تنشدوا لي بخالين تاعنا وتنغطسوهم في الشوكولات في لاغاناش اللي وجدنا قبيله وتنهزوهم بفرشيطه باش هكا تنسقطرو داك الشوكولات الزايد وتنحطوهم فوق الشبكه تاعتنا باش ينشفوا على خاطرهم. كيما شفتوا هذه الحلوه سهله جدا تقدروا توجدوها نيت الا وقفوا عليكم الضياف في 5 دقائق وتحطوا عليهم سهله مهله ودغيا موجوده. المذاق تاعها تيجي زوين وبنين. تنغطسوا الكوره تاعنا مزيان. ممكن لكم تستعملوا في هذه الوصفه تاع الشوكولات الابيض وتديروا ليه نفس المرحله اللي درت انا. ندوزو دابا للزينة. أنا استعملت الكوك وهاد الكويرات اللي في اللون الذهبي والأرجنتي وهاد الكويرات اللي تعجبو الدراري الصغار ملونين. وندوزو تزين تزين تيبقى اختياري يعني ممكن تديرو فيه اللي بيتو. تقدرو تهزوهم بقطيب ولا تهزوهم بفرشيطة ولا لو بيتو كاع هزوهم بيديكم تتسهل عليكم القضية. وتندوزوهم في لاديكوراسيون تاعتنا. تقدروا ديروا فوقهم الكركاع اللوز اللي بغيتو نتوما اللي حبات خاطركم. تبقاو مستمرين هكا. انا عطيتكم اي فكره على كي تقدروا تزينوهم وتبقى اختياري. ضفت كذلك واحد شويه تاع لاكريم بيستاش باش نعطي واحد شويه تاع اللون. تقدروا تضيفوا حتى نتوما لاكريم بيستاش ولا الشوكولاط الابيض مذوب. ملي تنسالو تزين تنخليوهم يرتاحوا في الثلاجه باش هكا الشوكولاط يشد في راسو. وموراها تنديروهم في لي بوتي فورم تاع لو بابي دوك اللي تتكون فيهم الحلوه. وها الحلوه تاعتنا وجدات. هذا هو الشكل النهائي تاع الحلوه تاعتنا. نتمنى تكون نالت اعجابكم وما تنساوش كما قلت لكم بارطاجيو معايا الا قديتوها التصاورات تاعكم باش هكا نحطهم لكم في الانستغرام تاعي. وبالصحه والراحه. نتمنى بلي الفيديو تاع اليوم يكون نال اعجابكم. ما تنساوش ابوناو في لاشين ديروا لايك بارطاجيو لا فيديو مع كاع اللي تتعرفوا اصدقائكم عائلتكم اللي بغيتو نتوما. وما تنساوش في الرابط اللي تحت في الصندوق الوصف غنخلي لكم الرابط تاع القناه تاعتي في الانستغرام. الا جربتوا ديروا هذه الوصفه صيفطوا لي التصاور تاعكم باش ان شاء الله نبارطاجي التصاور اللي صيفطوا لي.
المهم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي. ما تنساوش طلعوا في راسكم وبسلامه.